مساء الخير، حنتعرف اليوم مع بعض على واحدة من أفضل المكان المنزلية بفئتها، ديلونجي لا سبيشاليستا. حشرح لكم عن كل التفاصيل الموجودة بالماكينة، خليكم معي. بداية مع ديلونجي اللي بدأت 1902 واشتهرت بصناعة المكاين الفول أوتوماتيك، بس المرة دي مع لا سبيشاليستا قررت الشركة أنها تعطي الباريستا فرصة بأنه يتحكم بقهوته بنفسه بشكل جدا جميل. اللاسبيشاليستا مصنوعة بشكل كامل من الستانلس ستيل المعدني وخالية من البلاستيك، حقيقة شكلها جدا جميل بالأخص من الأمام مع الأسود اللماع. ارتفاع الماكينة 44.5 سنتيمتر بعرض 37.5، وفيها ووتر تانك بياخد 2 لتر موية، وهوبر بالأعلى بياخد بن 250 جرام. موجود بالماكينة 2 هيت سيستم، واحد للستيمر وواحد للإسبريسو، وهذا الشيء بيعطيها جودة في التبخير وفي الاستخلاص بضغط بيوصل لل 19 بار. طيب، من مزايا الماكينة أنه كل حاجة متوفرة فيها وما تحتاج تشتري اكسسوارز من برا، ومنها الطاحونة المرتبطة فيها من الأعلى اللي فيها 6 درجات طحن، فراح تضمن لك قهوة فريش لكل كوب قهوة مع تكنولوجيا سنسور جرايندينج تكنولوجي، لأنه زي ما احنا عارفين بأنه من الأفضل أنك تطحن القهوة قبل تحضيرها بوقت جدا قصير عشان ما تروح النكهات اللي فيها. فزي ما انتم شايفين بهذا المكان حيكون مكان الطحن، أول ما نحط البورتا فلتر حتبدأ تطحن بشكل أوتوماتيك، وكمان حتكون منطقة الكبس، وأنا بالعادة أكبس 3 مرات. كمان من الأشياء الجميلة الموجودة بالماكينة وجود البيلد إن سمارت تامبر اللي راح يخلي قهوتك فيها كونسيستنسي بكل مرة تعملها، بالأخص لو أنك مو مرة متمرس، وكمان راح يضمن عدم توسيخ المكان بضغطة موزون كل مرة. ننتقل لمنطقة الاستخلاص وحعرفكم على الأزرار. هنا عندنا خيار بين الإسبريسو والأمريكانو والكوفي، وحنقدر نختار الشيء اللي احنا حابينه. زر الماي اللي حنقدر نسوي فيه إعداد خاص فينا، زر الشاي اللي حينزل لنا موية حارة، زر الأوكي اللي حيكون هو زر الاستخلاص، زر الرينز اللي نغسل فيه السكرين شاور أو نسخن فيه البورتا فلتر قبل الاستخدام، زر الدبل، وهنا التحكم بجرعة القهوة اللي حتنزل لنا هي الطاحونة، نبغاها قليلة 13 جرام 10 جرام، على حسب ما احنا نبغى. هنا زي ما انتم شايفين استخلاص وكريمة الاسبريسو جدا جميلة. وهنا لما تختار خيار الامريكانو، الفكرة انه حتنزلك الاسبريسو مع الموية بنفس الوقت ويكون كوبك جاهز. وهنا الستيمر اللي فيه خيار الفلات اللي هيعطيك فوم قليل وفلات، ولو حابين في خيار الفوم اللي هيعطيك رغوة اكبر. بالحقيقة ما في فرق كبير بينهم، ولكن بشكل عام الستيم والتبخير فيها جدا جميل، هياخد وقت اطول من المكاين التجارية اكيد، ولكن يؤدي الغرض كماكينة منزلية بشكل جدا رائع. هعلمكم دحين على بعض التنبيهات اللي تعطيك هي الماكينة وليش تعطيك هي. هنا حيكون الترايكب، وحيكون في القطعة الصغيرة دي أول ما حتطلع حتبين لك بأنك تحتاج تفرغ الموية اللي موجودة فيه، وهذا التنبيه حيكون لما يكون ناسين التامبر مرفوع على قدام. أما التنبيه هذا لما الموية حتكون قليلة بالتانك ونحتاج نضيف، فحتنبهك بهذا الشكل. وزيها زي أي ماكينة من المفترض أنه نعتني فيها بشكل دوري، وتنظيف الطاحونة هنا جدا سهل. وبالنسبة لرأيي الشخصي بالماكينة بعد ما جربتها، بالنسبة لسعرها وللمكان اللي من نفس فئتها، فعن نفسي أشوفها الأفضل. وبتمنى الفيديو عجبكم واستفدتوا، وأي سؤال تحتاجوه عن الماكينة أو أي حاجة ثانية تقدر تتواصلوا معي على الخاص. ولو عندكم أي اقتراحات للفيديوهات الجاية أو عندكم ماكينة ثانية حابين تعرفوا عنها أكثر، اكتبوا لي بالتعليقات وما حنساكم. يعطيكم العافية.